فضيلة الشيخ وفقكم الله، فسر الهدى بأن الله قد بعث محمدًا بالهدى، فسر بالقرآن وفسر بالإسلام وفسر بالعلم، فأيهما أصح؟ العلم والهدى شيء واحد، والقرآن أيضا علم، الرسول الصراط والإسلام صراط، كله يشمل، الصراط المستقيم يشمل الإسلام ويشمل الرسول ويشمل القرآن. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، قيل القرآن وقيل الرسول وقيل الإسلام وقيل القرآن وقيل الرسول، والكل حق، الكل حق. نعم.